تقول: لدي 5 أطفال وأنا التي أقوم على خدمتهم وتربيتهم، وأجد التعب والصعوبة في ذلك، وإني أحتسب ذلك عند الله عز وجل. هل إذا صدر مني تذمر أو شكوى يكون مذهبا للأجر أو موقصا له؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الصبر والاحتساب أنه مطلوب، وأن التشكي إلى الناس أنه ينقص الأجر. التشكي إلى الناس والتذمر ينقص الأجر، فعليك بالصبر والاحتساب وعدم التذمر. نعم.